طبعا في حلقة اليوم موضوع الرياضي هو موضوع واحد فقط، وهو ما تم تداوله خلال الأسبوع الماضي والتعاطف الكبير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مناشدة الكابتن صالح النعيمة والكابتن محمد عبد الجواد لزميلهم الأنيق خالد مسعد، واللي يعاني من ظروف صحية غير جيدة. وبعد مناشدة الجميع تفاعل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة سريعا مع الدعوات، معلنا البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ خالد مسعد، مقدما شكره لكل من حاول توصيل الأمر إليه لمساعدة نجم الأخضر في أزمته.